خلاص زي ما بيتقال كده ما عندناش كلام غير ان احنا نتكلم عن ماتش الترجي ان شاء الله يوم الجمعه، وباذن الله نتخطاه وهيحصل يعني. بس هنتكلم برضو في الكواليس، وهنتكلم في الاستعدادات، وهنتكلم في البرسنتج هنا وهنا، المميزات، الشغل اللي احنا ممكن نركز عليه اكتر يعني، ليه او زي ما بتقال كده نقاط الضعف في فريق الترجي اللي احنا ممكن نشتغل عليها اكتر. على كل حال هتكون مباراه مهمه جدا، وبنتكلم برضو ده هيكون النهائي رقم يعني 16 لينا والرابع كمان على التوالي. فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. هنتكلم في ملفات مختلفه، بس خلينا نرحب بكابتن اسلام عادل نجم الاهلي السابق اللي منورنا. بونجور. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ نورنا كالعاده والله. ربنا يخليك يا رب. صباح الفل عليك، وسعداء بكل مره بتنورنا فيها، بنسعد دايما بوجودك. والنهارده عندنا بقى موضوع مهم اكيد هنتكلم معاك فيه، يعني اللقاء المرتقب ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. احنا كده مبدئيا نقدر نقول ان احنا حطينا رجل في النهائي ان شاء الله. ملابسات وضع القدم الاخرى بقى في رايك هتتاتى ازاي؟ يعني مبدئيا خلينا طبعا نصبح عليكم والساده المشاهدين طبعا، وسعيد جدا ان انا موجود معاكم كل مره، وموجود معاكم فيها كده ومبسوط جدا. وبنلبس زي بعض دايما على فكره. على فكره الالوان بتبقى قريبه ومن غير ترتيب. سبحان الله. احنا الثلاثه في حاجه غلط بقى. الحمد لله. طبعا الاهلي اكيد دايما الاهلي اسمه في اي بطوله هو كده حاطط رجلي في النهائي في اي مكان بيبقى فيه. وكانت البطوله دايما صعبه علينا كاس العالم للانديه، بس الحمد لله مؤخرا يعني ابتدى شكل لنا واسمنا هو اوريدي كبير، بس ابتدى يعلم في كاس العالم للانديه. بطوله افريقيا بطوله مفضله جدا بالنسبه لنا، يعني عندنا ما شاء الله 10 بطولات، اقرب حد لينا الزمالك ومازيمبي عندهم 5 بطولات، الترجي اللي هيلعبنا عنده 4 بطولات. تخيل بقى بكل التاريخ الكبير لكل الانديه اللي انا بقولها دي، هم بعيد عننا قد ايه؟ بعيد عننا جدا يعني. فاحنا اسمنا كبير جدا. زي ما بقول لك مباراه الترجي اللي هناك احنا نستحق ان احنا نكسب المباراه بالشكل ده، وكنا ممكن السكور يبقى اكبر من كده، ويمكن اول مره في تاريخنا اصلا في حياتنا نكسب الترجي في الوقت ده. وقبل كده لما كنا بنتكلم انا فاكر امبارح كنت حتى لما عرفت ان انا جاي معاكم حد كده بعت لي لينك الحلقه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، فقعدت اتفرج عليها شويه، من الحاجات اللي استمتعت بيها جدا. وحضرتك كنت سالتيني بالخاص على كولر هو شبه مانويل جوزيه ولا لا، فقلت لحضرتك انا فاكر الاجابه، خلونا نشوف مبدئيا هو كويس وانا سعيد بيه، لكن نشوف ونحكم بعدين. الوقت بقى اللي احنا وصلنا له دلوقتي بيؤكد ان الراجل ماشي بشكل كويس جدا، ارقامه كويسه جدا بالزبط. يعني ثباته غير طبيعي، ما فيش تصريحات كتير، ما يعني حتى الراجل هادي كده، فالراجل الهادي ده ما تفهموش يعني، ما تعرفش الراجل ده انت كويس ولا وحش. متخيل؟ وبعدين كمان النجاح في النادي الاهلي ما بتستعجلش عليه، انت بتستنى شويه ليه؟ انت كده كده عندك كل المقومات، انت كده كده بتنجح اصلا اوريدي. فاي حد هيجي كسب مثلا بطوله ولا بطولتين، ده في ناس بتيجي تقعد شهر وتكسب بطولتين، مدربين ولعيبه. اي حد بيجي هو هنا في، خلي بالك يعني، في معضله فكره ان انت جاي على نادي كبير زي النادي الاهلي، طبعا فيها مسؤوليه كبيره. بس انا عايز اسالك، هل دي يعني حاجه تشعر القادم بالأريحية انه جاي يدرب لعيبة بالمستوى ده وفي نادي بالاسم والتاريخ الكبير ده، ولا جزئية المسؤولية اللي فيها اكبر بكتير من حتة الاعتماد على لعيبة مميزة؟ لا، هي الفكره هتفرق قوي في شخصيه المدرب اللي جاي. المدرب اللي جاي ده لو هو طموح جدا وعنده سي في كبير واثق في نفسه وعارف ان هو هيقدر يعمل حاجه، هيبقى سعيد جدا ومش هيلم التجربه، لان عنده كل التولز اللي ما يحلمش بيها. انما لو في مدرب تاني بيتحسس شويه او مش يعني مش واقف على ارض صلبه قوي، هيبقى ده هيمثل ضغط على الجمهور، هيبقى طول الوقت ضغط عليه الميديا وطول كل الناس، كل المقومات، كل اللي حوالين النادي الاهلي. زي ما كان موسيماني دايما يقول لك انا ما بلحقش يا جماعه، ما بلحقش اخلص بطوله وتطلبوا مني بطوله ثانيه، ده هيدك مش طبيعي. ده موسيماني. وكان فايلر لي اللي احنا قلناه قبل كده، لو عايز تكسب كل حاجه البلاي ستيشن ما بتحصلش يعني، انت لو بتلعب فبس دي طبيعه النادي اللي انت جاي تدربه يعني. كان دايما ده المصطلح اللي بيتقال لنا في الناشئين دايما، قدرك انك بتلعب في النادي الاهلي. أيوة، قدرك انك بتمرن في النادي الاهلي، قدرك انك مذيع في النادي الاهلي. انت مذيع، مش بهزر. أيوة. فعلا قدرك انك بتنتمي اصلا يعني. الجمهور بيعمل ايه؟ الجمهور بيشجع في المدرجات، هو مضغوط، حتى الجمهور مضغوط يعني. بقعد اتفرج على الناس على الماتشات، الناس مضغوطه بشكل كبير جدا، والفرحه مش طبيعيه، وتفرح فرحه. انا كنت بتفرج على ماتش سوبر مع بعض الاصدقاء يعني، وبنتفرج على بيراميدز وكسبنا، لقيت فرحه، انا قاعد كده هادي وثابت، لسه عندي فيديوهات لحد النهارده، ثابت وحاسس من اول ماتش انا عارف ان احنا يعني الجيم بتاعنا يعني. الناس قاموا اتنططوا وفرحوا بعد ما كسبنا، قلت لهم احنا بنكسب كل يوم في ايه؟ يعني انت متخيل احنا في ايه؟ فواضح ان في فرحه بجد، بتكلم بجد والله، في فرحه قويه جدا يعني. فالنادي الاهلي مسؤوليه كبيره، لكن لازم اللي يجي يبقى قد المسؤوليه. هنرجع تاني لماتش الترجي، خلينا برضو نقول حاجات عشان نبقى منصفين ونبقى واقعيين بشكل كبير جدا. احنا رايحين نلعب الترجي، في الترجي ناقص 6 لعيبه
ما عندوش جمهور، اوعى 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 تعتقد ان ده العادي. ومدير فني كمان كان يعني تقريباً. لا انا بتكلم في المباراه اللي فاتت، انت بتلعبه من غير جمهور هناك في ملعبه وعنده 6 لعيبه او 5 لعيبه بس. انا كان عندي برضو كتير مش موجودين، اصابات وغيابات. هقول لك على حاجه، الاسباب فنيه. الوضع لو مختلف، لو هم بيلعبوا فول تيم وفي جمهور، المباراه كانت هتبقى اصعب من كده بكتير. انا ليه بقول الكلام دوت؟ عشان نكون واقعيين، احنا لعبنا واكسبنا وعملنا سكور كبير جدا وما عملناهوش في تاريخ الترجي، لكن مش عايز ده يدينا اريحيه في المباراه اللي جايه فيدينا انطباع ان احنا مطمئنين او متاكدين. كنا لسه بنتكلم امبارح تقريبا اول امبارح، فكره ان هم برضو جايين لك فريق كبير وتقيل وتاريخ وجاي لك يعني بين قوسين كده جريح، جاي لك في ملعبك لا وجاي لك كمان يعني في ظروف مش اعتيادية يعني، خصوصا زادت بقى طبعا الطين بلة فكرة رحيل نبيل المدير الفني. دي برضو كلها حاجات المفروض تصب في مصلحتها، يعني لو حطينا كل حاجه في مكانها تصب في مصلحتنا. كنت سعيد جدا واحنا رايحين هناك لما كانت الناس بتقول انه في عندهم غيابات وان هم بيمروا ظروف صعبه والمباراه من غير جمهور، كان في تصريح للكابتن سامي قمصان كان مهم جدا. ده تصريح اسمه تصريح النادي الاهلي، ابناء النادي الاهلي، لانه قال ان احنا رايحين نلعب نادي كبير، هنحترم الترجي، هنحترم البطوله، هنحترم نفسنا قبل ما نحترم اي حاجه، فعشان كده احنا مش هتقدر تخدعني باي تصريحات، انا هدي المباراه حجمها. والحمد لله ادينا المباراه حجمها وقدرنا ان احنا نكسب المباراه اللي جايه نفس القصه. لازم تدي المباراه حجمها ولازم تدي البطوله حجمها ولازم تدي لاسمك حجمه الحقيقي، وده اللي المفيد عند النادي الاهلي. والميزه اللي بيعملها كولر انه بيعمل روتيشن قوي جدا ما بين اللعيبه، فاللعيبه هي الاداه بتاعتك، يعني هم التولز بتوعك اللي انت بتشتغل بيهم اوريدي، فدول تقول لهم هم صحيين انت ما مش قلقان. يعني حتى احنا الناس ابتدت تقول لك ايه هو احنا نلعب في النهائي في ده ولا ده، انا طول ما انا صاحي ما عنديش مشكله، انا طول ما انا الاهلي، انا طول ما انا فايق، انا طول ما انا في البيك وطول ما انا في احسن مستوى عندي ما عنديش مشكله العب مع مين. برضه انت عارف وبالذات من وجهه نظر الجماهير اللي بتبقى عايشه قوي كل التفاصيل، يعني ناس كتير عدت مرحله الماتش اللي جاي بتاع يوم الجمعه مع الترجي وبيتكلموا بالفعل خلاص في تفاصيل ماتش النهائي وفكره ان سان داونز عنده 2 لعيبه مطرودين، فده برضو ممكن يبقى له انعكاسات طيبه بالنسبه لنا. يعني الناس الطموح واخدها ما هو ده طبيعي، لان انت اسمك طول الوقت وطموحك وشخصيتك هي كده، انت طول الوقت عايز بتفكر اصلا من بدري جدا في الفاينل، بتفكر انك يعني تفقر من سان داونز وتكسبه، ده انت بتحط الطرف كمان اللي هيلعب. خد بالك في مباراه سان داونز والوداد الحظوظ الاقوى اكيد لسان داونز، اكيد اكيد بشكل كبير جدا، لكن في النهايه الوداد فريق كبير جدا وممكن يكسب سان داونز هناك ممكن يكسبه هناك ويعني فاحنا نطين بدري شويه، خلينا زي ما بنقول نحسبها حسبه منطقيه، نخلص ال 90 دقيقه اللي عندنا هنا بشكل كويس وندي للمباراه حجمها واحترامها، وبعد كده ان شاء الله لما نعدي المباراه دي نشوف بعد كده هنحصل ايه، لان خد بالك المباراه دي ممكن تطلع منها خسران حاجات كتير، يعني ان شاء الله تبقى كسبان لكن لا قدر الله حد يصاب، لا قدر الله حد يطرد، لا قدر الله حد يبقى عندك ايقاف في المباراه النهائيه، فانت مهم انك تبقى مدي المباراه حجمها، ما تبقاش حاطط عينك على المباراه اللي بعد كده غير لما تخلص دي. ودي برده شخصيه النادي الاهلي ان احنا محتاجين ان احنا ندي 100% في المباراه اللي بعد كده، يعني ان شاء الله بعد ما تخلص المباراه نبتدي نفكر فيه. طيب هروح معاك برضو عشان نطمن على اللعيبه بتاعتنا، واحنا سمعنا مؤخرا ان شناوي بيعاني من بعض الاجهاد، ربما علي لطفي هو اللي يشارك في ماتش الاياب يعني، وطبعا علي لطفي من الحراس اللي تقال جدا، ولما خد فرصه قبل كده تالق بشكل كبير جدا، دي مش مجامله ده بلغه يعني اللعب والواقع. برضو ملف حراس المرمى في النادي الاهلي بتقيمه ازاي وبمنتهى الصراحه؟ يعني احنا عندنا الشناوي من بقاله ما شاء الله سنوات طويله جدا من كاس العالم ما شاء الله تقريبا، وهو رقم واحد في مصر متالق بشكل كبير جدا سواء مع منتخب مصر او سواء مع النادي الاهلي، ويعني مؤثر بشكل كبير جدا في فوزنا بالبطولات. وكلين شيت بتتكلم في اكتر من 10 ماتشات كتير جدا، وده يحسب للشناوي والكولر برده، لان دي من ضمن الاضافات اللي اضافها للنادي الاهلي ما كناش بنهتم بيها قوي، احنا فريق هجومي قوي يعني فما كناش بنهتم احنا بيدخل فينا ايه، احنا بنهتم احنا بنجيب ايه يعني. صحيح. ففكره انه اصلا حد يفكر النادي الاهلي بيدافع ازاي والنادي عنده منظومه دفاعيه، بالنسبه لي عارفه احنا كان عندنا كبرياء، هدافع مين اصلا؟ مش هدافع كده كده، هدافع مع مين اصلا؟ مع احترامي لكل الناس يعني. بس الفكره انه حد يثبط على النقطه دي او ان حد يطور لي النقطه دي اكيد دي حاجه كويسه جدا. منظومه حراسه المرمى في النادي الاهلي يعني انا شايف ان هي فيها ثبات بشكل كويس، الامور ماشيه بشكل رائع جدا، عندنا يعني حارس واثنين وثلاثه، يعني علي لطفي في كل المرات اللي لعب فيها كان قد الثقه كل المرات، مصطفى شوبير لما لعب كان ايضا كمان كويس جدا، فبالتالي هو الموضوع سهل يعني ولا صعب؟ لا الموضوع سهل جدا، لان احنا عندنا اللعيبه دول بيشربوا شخصيه النادي الاهلي، بيتعودوا على البطولات بشكل سريع جدا، اي حد بيجي جديد بينضم للفريق بتحس ان هو اندمج بشكل كبير جدا. فما بالك الحراس اللي بقى لهم سنوات طويله جدا، وعلي لطفي لعب قبل كده، لعب في كاس مصر ولعب قدام الزمالك ولعب مباريات كبيره جدا، وكان سبب في وقت من الاوقات ان احنا نكسب بطوله بضربات جزاء، وقدر ان هو يعمل مباريات كبيره جدا، فلما بيلعب
ما بتحسش انه بعيد او ان هو مش المفروض يلعب او انك تبقى قلقان. يعني النهارده وحضرتك وانت بتقول لي احتماليه ان علي لطفي يلعب المباراه الجايه عادي جدا، ومش علشان انا كسبان 3-0 هناك، مش عشان كده خالص، علشان هو اوريدي حارس كبير جدا، عشان هو كل ما بيتواجد بيبقى بيأدي بشكل كويس جدا، وده معناه انه في مدرب كويس، ومعناه ان حارس الشناوي هو يعني حارس كبير، لانه خد بالك لازم مستوى الحراس الثلاثه يبقى كويس، ده بيجي من الحارس الاولاني اصلا طبعًا. هو تمرينه عامل ازاي، جديته عامله ازاي، طول انا بلعب بس كل الماتشات، بس بيكون الحارس الاولاني بقى عندك متالق بشكل استثنائي برضه ممكن بتصعب شويه يعني من مهمه او من مسؤوليه الحراس البدلاء، وحتى على صعيد الثبات في المشاركه يعني برضه بتبقى في ضربات قدريه كده، اصابه بينتج عنها غياب، فبتتاح الفرصه البديل، لكن تفصيله الجاهزيه ان كل المستوى مش سهله انها تتعمل، هي صعبه جدا الا لو انت بتعمل روتيشن او بتعمل تبادل ادوار، ودي مش شخصيه النادي الاهلي، او يعني طول تاريخ النادي الاهلي معروف ان حارس مرمى واحد بس هو اللي بيلعب، في حارس رقم واحد يعني عند النادي الاهلي، ففكره انك تجرب الحراس دي بتبقى صعبه، لكن الله يكون في عون الحراس، بس هي دي مهنه يعني، هو دي بقى صعوبه حارس المرمى، انه هو ده قدرك، انك على ما يجي دورك الموضوع هيبقى صعب جدا، وخد بالك برده معظم الفرص بتبقى في اوقات صعبه، يعني انت حسب المدير الفني، وغالبا الفرقه اللي بتلعب بيبقى محتاجه بطولات كتير، بيبقى الموضوع صعب لانه انت مطالب طول الوقت انك تكسب، فما بيبقاش عندك فرصه انك تبقى تريسك، يعني مش قصه ثقه، بتثق او ما بتثقش في الحارس الثاني، اكيد بتثق، والا ما كانش موجود، والا كنت في يناير او قبل كده حاولت تدعم، لا انت واثق في الناس اللي عندك جدا، لكن الفكره برضو انه انا برضو مدرب عايز اكسب طول الوقت، عليا ضغوط طول الوقت، فبالتالي ان انا ادي للحارس الثاني الامور بتبقى صعبه شويه، لكن طول ما انت موجود في النادي الاهلي حارس ثاني او ثالث، يعني المنظوره كره القدم علمتنا كده، في لحظه بتبقى الحارس رقم واحد، وفي لحظه بتلاقي نفسك في ممكن تلعب كاس عالم الانديه، وارد جدا، فانت طول الوقت لازم تبقى جاهز انك ممكن تلعب مباراه كبيره جدا، في حراس يقعدوا 10 15 سنه في الدوري ما يلعبوش مباراه زي دي، يعني نروح مثلا كاس عالم الانديه لا قدر الله الشناوي اتصاب، علي لطفي يلعب مثلا قدام بايرن ميونخ، مين في مصر مين هيلعب اصلا، مين في مصر هيلعب بايرن ميونخ، فبالتالي هو ده قدرك، لازم من هذا المنطلق يبقى موجود ده الفكره عند حراس مرمى النادي الاهلي، انك ممكن في اي لحظه تلعب، ومطالب انك تبقى بنفس الشكل. طبعا الشق النفسي دايما للعيبه بيبقى يمكن العامل بتاعه اكبر بكتير من الفني، يعني انا ممكن اكون فني جاهز لكن لما عندي مشاكل في الجزء النفسي او الاستعدادات او الروح المعنويه بتؤثر سلبي على سير المباراه كلها. ايامكم برضو كابتن اسلام لو تقول لنا ازاي كان الحديث، انا عارفه طبعا الوقت ده ما كانش فيه طبيب نفسي او اخصائي نفسي اصلا، بس ازاي كنت بتقدروا؟ كان موجود، كان موجود ايمن والخوسيه، كان موجود فتره صغيره ما كملش كتير، لكن رجع دلوقتي بالمناسبه بقاله تقريبا شهر ونص عندنا برضو اخصائي نفسي، ودي حاجه سباقه للنادي الاهلي كالعاده، بس ازاي كنتوا بتقدروا ان انتوا تتغلبوا، يعني اصابه 6 شهور وبنرجع، عدم الحصول على بطوله او 2، عدم سير المباريات بالشكل اللي انتوا بترجوه، ازاي كان ده بيحصل فيه بالانس، لان شفنا الموسم يمكن اللي فات واللي قبله اللي كان مؤثر اكتر على لعيبه النادي الاهلي مش الفنيات اللي مش كويسه، كان الشق النفسي اكتر من ضغوطات وغيره، ف ازاي ده كنتوا بتعملوه برضه عشان نقدر نقارن؟ يعني وجودك اصلا في منظومه النادي الاهلي بيساعد بشكل كبير جدا، لانه الاحداث سريعه وقويه، فما فيش وقت تزعل، ما فيش وقت تهمد، ما فيش وقت يعني ما فيش وقت، يعني لو خسرت بطوله دوري او حاجه وهي البطوله المفضله بالنسبه لك ما ينفعش تلحق تزعل عشان عندك بطولات ثانيه بترمي ورا ظهرك، تفرح يبقى تلحق بالظبط، فلازم بالظبط، دي حقيقه والله دي حقيقه، كل بص البطوله هنا ما تلحقش تعمل اي حاجه هنا ما تلحقش تعمل اي حاجه، هنا بص القطر طاير هنا، فالامور النفسيه انا بقول لك برده سمات وشخصيه لعيبه النادي الاهلي لازم تكون مختلفه تماما، لان لعيبه النادي الاهلي بالاخص من انا بقول لك انت عندك تحديات طول الوقت وعندك بطولات كل يوم، عندك التمرين في النادي الاهلي يا جماعه، انا بقول لكم الكلام ده يعني عن تجربه يعني. التمرين في النادي الاهلي اقسم بالله العظيم اقوى من مباريات اللي انا لعبتها في دوري ممتاز مع انديه ثانيه، يعني انا فاكر مع مستر مانويل جوزيه كنا بنعمل تمرين مثلا واحد ضد واحد في الملعب كله الساعه 9 الصبح في ملعب مختار التيتش اللي قدامنا على الشاشه ده، اقسم بالله انا بعد كده لعبت مباراه في الدوري الممتاز اقل من شدتها اقل من شده التمرين يعني، وبعدين بقى الميديا والاهتمام والجمهور وبتاع، فالموضوع صعب جدا، فانت ما فيش وقت مش هتنجح لو انت ما عندكش الشخصيه انك تتجاوز احزانك، اذا كان في احزان اصلا تتجاوزها بسرعه جدا، اي امور نفسيه سلبيه لازم تتجاوزها. النادي الاهلي بقى كعادته من زمان جدا انا فاكر واحنا حتى وانا بلعب في النادي
النادي الاهلي لما قالوا هنعمل قناه النادي الاهلي، كنت انا في الناشئين، قلت لهم يا جماعه احنا سابقين عصرنا وسابقين زماننا، وما كانش حد في العالم كانت اشهر قناه في الدنيا كانت قناه ريال مدريد اعتقد يعني. فقلت لهم نادي القرن في اوروبا ونادي القرن في افريقيا ما حدش بينافسهم، هم بعيد جدا. دايما لما بيتقال اسم النادي الاهلي لو حطيناه في مقارنه مع نادي ما بيتقالش في المقابل غير ريال مدريد في كل حاجه. بالظبط. وده وخد بالك زمان كان الناس بتعتقد انك عشان منتمي للنادي انك يعني عارف انت بتجامل النادي او بتجامل جمهورك او الكلام ده. النهارده في ارقام بقى النهارده اصلا الاهلي بيلعب ريال مدريد في كاس العالم للانديه اللي فات يعني، فهي النهارده في ارقام وفي معايير الحمد لله مختلفه في صالح النادي الاهلي يعني. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى لازم تتاخد في الاعتبار فكره ان انت عندك داخل الماتش اللي جاي وعندك 3 4 لعيبه واخدين انذارات، ففي حسبه بقى لازم تتحسب، تشركهم ما تشركهمش، تشركهم امتى خوفا من يبقى في اي انذار تاني ينتج عنه حرمان من لعب الماتش النهائي. هي الفكره طبعا انه مين واخد انذار ومين قريب منه، يعني مين يقدر يلعب، المراكز تفرق ازاي يعني. يعني انت النهارده مثلا لو عندك حد في نص الملعب، مش عارف الانذارات عند مين بالظبط، لو عندك حد في نص الملعب، لعيبه نص الملعب كلهم مستواهم قريب من بعض يعني. النهارده ممكن مروان عطيه مثلا يبقى بيلعب ديانج يريح مفيش مشكله، حمدي فتحي ممكن يريح مثلا وتلعب باثنين تغير الطريقه وتلعب بقفشه مثلا ما فيش مشكله يعني، بدل ما تلعب بثلاثه في نص الملعب تلعب باثنين وتلعب بقفشه 10 وتغير الشكل. اعتقد عندك اريحيه في المباراه اللي جايه انك يبقى عندك مرونه تكتيكيه شويه، انك ممكن تغير بعض الحاجات فتغير بعض المراكز فتغير الطريقه، عندك حلول كتيره جدا. وما شاء الله اللعيبه كتير جدا جاهزه يعني، النهارده ما شاء الله ما شاء الله كهربا مثلا في مباراه السوبر ما بداش، نزل بقى مؤثر، المباراه اللي بعديها بدا ماشي بشكل كويس جدا، حسين الشحات مؤثر بشكل رائع مع النادي الاهلي، طاهر لما ينزل بيبقى كويس. وعدد اللعيبه كتير اللي جاهزه اللي في مستواها بيديك مرونه ان انت انا ممكن لعيبه قلقان عليها محتاجها للمباراه النهائيه، لا ما اريح ايه المشكله، اريح المشكله. وبعدين خد بالك ما هم هيكونوا معايا في السكور، اشوف ظروف المباراه يعني، العب ال 45 دقيقه الاولى واشوف، وانا بعرف اقسم سيناريوهات المباراه، هبقى عارف ان فريق الترجي جاي يعني ما عندوش حاجه غير ان هو يهاجم بشكل كبير جدا، لكن انت ملعبك هيبقى متقفل جمهور ما هيبقى في ملعبك، فبالتالي ممكن بدري جدا بدري جدا تبدا باللعيبه بدري جدا في بدايه الماتش تجيب جول او اثنين فتخلص القصه فتبتدي تريحهم. فيعني هي ليها سيناريوهات مختلفه، لكن انا شايف في رايي الشخصي انه يحافظ على اللعيبه دي ان شاء الله، لان احنا قريبين جدا باذن الله من المباراه النهائيه، فيحافظ عليهم. ولعيبه النادي الاهلي اي حد يلعب ما يقلقش، اي حد يلعب مش هتقلق، علي لطفي يلعب مش هتقلق، اي حد في نص ملعب، اي حد مهاجم. تحديدا في الفتره الاخيره ده اللي احنا كنا بنقوله، دي الميزه اللي عند كولر، اعاد الروح مره ثانيه والتالق للعيبه اللي كانت غايبه مواسم او الموسم اللي فات تحديدا، لو كنا هنتكلم يعني بمنتهى الشفافيه. لا انت شفت اللعيبه بتاعتك راجعه ثاني وكلهم متالقين، فكولر في حاجه احنا يمكن حتى مش شايفينها، في حاجه بتحصل ادت بجد للروح الحلوه اللي احنا شفناها وبنشوفها لسه حد هذه اللحظه. فلا بجد اختيار كان رائع مارسيل كولر، اعتقد ان هو لسه في مزيد من النجاحات هيحققها بشكل كبير مع النادي الاهلي، نتمنى ذلك يعني. طيب ايه اللي نقدر نقلق منه؟ طبيعه اللعب المصري شويه، انك عندك سنه امان او سنه طمانينه، بتريح بقى منك، بتريح سنه او تطمن سنه، تطمن سنه. انا كسبت الفرق دي في ملعبها 3، انا النهارده في جمهوري وفي وسط ملعبي وفي بلدي وفي حتتي اكيد هكسب 3 زيهم يعني. فحته الامان دي مش حلوه، لان كره القدم يعني مهما كنت كبير لازم تحترمها، عمرك صحيح. ما هتبقى اكبر من الكوره يعني، فهي النتيجه مش خديعه، هي نتيجه حقيقيه جدا، لكن انت هتثبت ان هي نتيجه حقيقيه، هتثبت افضليتك على الترجي. فدي الحاجه الوحيده اللي انا بقلق منها، انك تبقى مطمن شويه، ما تديش للماتش حقه، استعداداتك ما تبقاش بالمستوى المطلوب. دي الحاجه الوحيده اللي تقلقني من اللعيب المصري، انه ما يديش المباراه حجمها، لكن لو اديتها حجمها واهتمامها ما قلقش من اي حاجه. ده اللي هيحصل ان شاء الله، وربنا هيكرمنا ويسعدنا باذن الرحمن بالانتظار، مش بس يوم الجمعه الجاي، احنا زي ما كنت بقول لك من شويه جماهير النادي الاهلي معديه المرحله دي وبتتكلم دلوقتي في ماتش الفاينل، وان شاء الله تكون نهايته تسعدنا كلنا وترضينا. احنا بيقول لك ال 12 واللي بعده طبعا يعني حاجه في طمع مش طبيعي طمع مشروع يعني، لسه ماشيين في ال 11 قال لك طب ال 12 بقى نورت الدنيا. ربنا يخليك، نشكرك على وجودك معانا، ربنا يخليك، شكرا، ربنا يخليك، نورتنا كالعاده كابتن اسلام، نشكرك ونشكر النهارده كمان حضراتكم. نهايه الاسبوع نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم الاحد 10 الصبح في الاهلي، مع السلامه.